بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، وحان مهدك وبادو علين هيا الله سبحانه وتعالى الله سكوكا إن كان قابتا بركيسا إنكما موسى إن كتاب كيسا كرء قاضا إنا وينين أننا الله سكوكا إن كان وانكما هادين هيا نسو قاد سيه بشير رمضان أو مانتا مرايسا لباتان مرايسا الله سان ماركتي مهدك وبادو علين هيا وحان مهد الله بادو علين هيا مرتي شرف قيمها بدن يا علماء الدين كا يا والدين كا شرفت بدن أيضاً يا نغرس وقيب قلي حلفداً يا مقابتنا أنكم مع موسى إنه إله سبحانه وتعالى كتاب كيسا قرنا أن وقع علينا وحان صدق كلا أيضاً أعلن هيا مهد مرتي ذا كلا أيضاً مارت نغرس وقيب قشي يا مارت هي دوبا يسا يا أرضاً لما أنتي مقدم حسنتهين وحان الله يسود دوادا قام فوراً كسود دوادا مركز كأمة دكسية أبو حنيفة آدي آد بدم حسنتهين دبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ولا ليال وقت أمارك تيس كعيريئة أو بالرمضان لجوغو oo waqti dheer ay naqaadan karin dadka in badan oo kamidana la arkay inay suuq ay aadahayaan oo ay ka soo adeegan hayaan sida hooyooyinka dad kalena dana kali iyo balama ay leeyihiin waxaan rabnaa inagoo soo koobayna oo soo gaabinayna inaan maanta barnaamijkan aan isku imaanay iyo xafladan iyo khitaamkan lagu xirayo dugsiga inaan maaratay aan iska dhaxgalo wax lagu bilowdo waxa ugu fiican ugu wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa in lagu bilowdo lagu la furfurto waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo arday magacoodan meeshan ka sheegi doono inoona akhrin doonta aayada quraana ardayga u horeeyay soo dhaweyn haya waxa weeyo Hamza Gaarane oo inoo akhrin doona aayada quraana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين بارك يا أرضي وحوها حمزة قارنة وحان ربا أرضي الله بعض الصغر آيات قرآن وآخرين هيا إنا نويرو عمران أحمد وآياتنا آيات قرآن وآخرين إيسا عمران أحمد ها ويل وايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم بارك الله ربك ما يقولنا آيات قرآن أرضي قدام بي يا سغن إنو آخرين دونا آيات قرآن وحاوي إفرح عبد جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ما شاء الله الله أبارك يا ربنا وحيا
إفرح عبدي جل وينو آخرين نسي أيضا قرآن أرضي قرآن كنو آخرين نسي هذا أنت كذا جدبا وحان ربعين سور دوية أرضي أرضا كمذا وينو سو جيدين دهنا كلمة الترحيب أرضي قام مرجع سو حوي أيوب جل محمد أيوب جل محمد وينو سو جيدين دهنا كلمة الترحيب ليق بجلاله وعظيم سلطانه الحمد لله مدى الدهور وعلى مر العصور سبحانه القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين أيها الحفل الكريم نحييكم ونرحب بكم جميعا فأهلا وسهلا بكم في مركزنا الحبيب مركز أبي حنيفة حللتم أهلا ووطئتم سهلا ضيوفنا الأكارم نحييكم بتحية من القلب يطيب شداها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما فأهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم ضيوفنا الأكارم أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا وحي هلا بكم ونقول لكم نزلتم أهلا ووطئتم سهلا أهلا بكم في حفلنا السنوي حفل تكريم الحافظين والحافظات لكتاب الله والمتخرجين والمتخرجات من مرحلتي الابتدائية فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويفضي على حفلنا أنسا وسرورا فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله كاوحوها أيوب جل محمد ونوس وجيدين هي كلمة ترحيبة هذا روح نوحيها هي ونوس وجيدين هي خطبة نوس وجيدين هي محمد أمين محمد أمين ونوس وجيدين هي خطبة الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضح الأرض بمشيئته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين القائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعديت خمسا لم يعدهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وضمورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل أحد من قبلي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى عظم شأن العلماء من عباده فقال سبحانه وتعالى قل ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في سورة الزمر وقال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في سورة المجادلة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما
وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، وفي هذا حث على تعلم العلم النافع والحرص عليه. بل لقد أمر الله بتعلم العلم قبل القول والعمل، فقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك في سورة محمد. وقال إمام بخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، ويحرم القول في مسائل الدين بدون علم. وقد جعل الله القول عليه بدون علم عديل الشرك. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم سائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. ما شاء الله محمد أمين وإنه سوجيدين هاي خطبة إنه سوجيدين هاي حتى وحنو قد بينا أردد كقران متونتها لو سو أخري أي حفديان إن أنقار كميدة أنكد غيسنو أن وحاينو آخرين دونا لامية ابن تيمية سويدة شيخ عبد الله وحنو يرها يا سويدة شيخ عبد الله وحاينو آخرين دونتا لامية ابن تيمية. عقيلة رزق الهدى من الهداية تيسلوا اسمع كلام محقق في قولي لا ينثني عن ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة قربى بها توسل لكلهم قدر وفتح صادق لكنما الصديق منهم أصدق وقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم وقول قال الله جل جلاله والمصطفى الذي ولا تأول وجميع آيات الصفات مر وحقا كما نقل الدلاز الأول ورد عدتها إلى نقالها وصونها عن كل ما يتقيه قضحا لمن نبذ القرآن وراءه وإلى السدل يقول خال الأفضل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بقيل كيف ينزل وقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه نوري النار وخذ السراج مات فجهنم ومحض الناجي وقرم مالو والنار يصلها شقيق بحكمتي وكذا التقي إلى الجنة سيد قلوب ولكل حي عاقب في قبره عملا يقال هناك ويسأله أذي التعاد الشافعي ومالكي وبي حنيفة ثم أحمد يقال وإن اتبت فما عليك معل وإن اتبت فما عليك فما ما شاء الله ما شاء الله لا نبرك أيها دولة يرقى سويدة شاء الله إليها بركة أيها مدي أمدى dadkeeda iyo diinteeda anfacdana allah ka dhigo waalidkii ku soo tarbiyeeyay diinta ay u soo dadaalay iyo macallimiinteeda juhdiga dheer ku soo bixiyeyna ayagana ilaahay subxaanahu wa ta'ala allah barakeeyo waad aragtaan kalimaadka ay akhrinayso adaygooda ee aan carabku qaban karin maasha allah juhdi dheer iyo dadaal dheer baa lagu bixiyay ilaahay ha barakeeyo macallimiinta ku bixiyay iyo waalidkii ku bixiyay hadana waxaan rabaa inaan u yeedho مصعب نظيف أو إنو آخرين دونا الأرجوسة المئية مصعب نظيف أو إنو آخرين دونا الأرجوسة المئية إسلا آخرين يعني يا نوح عبد القادر وإسلا آخرين هيا يعني. نوح عبد القادر حينو آخرين هيا يعني الأرجوسة المئية لا وضع أرضي مصعب نظيف نوح عبد القادر أرجوسة المئية في حال ذكر أشرف البرية الحمد لله القديم الباري ثم سالته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول
مولده في عاشر الفضيلة ربيع الأول عام الفيلة، لكنما المشهور الثاني عشر في يوم اثنين طلوع فجر، ووافق العشرين من نسانة وقبله حنون أبي حانة، وبعد عامين غدا فضيمة جاءت بمضيع سليمة، حليمة لأمه وعادت بالليالي كما أرادت، وبعد شرني شقق بدني وقيل بعد أربع من سني، وبعد ست ما شهر جائي وفات أمي على الأبواب، وجد لأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم الكفن خدمته ثم إلى الشام رحل، وكان ذاك بعد عام 11 وكان من أمر بحر ما اشتهر، وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكورة لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيه رابحا مستبشرة، وعاد فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خال إبراهيم فأول الخصيم وحزا تكريم، وزينب الرقية وفاطمة وأم كثم لهن خاتمة. إلهي هبركي لبدا أرضي وحيا هايين مصعب النظيف ينوح عبد القادر وينو آخرين هاي الأرجوسة المئية وقصاب صن سيرة النبي. إلهي هبركي لبدا أرضي أيها إيو والدين تدشري إيو معلمين تصوى صاري جهد قدير كبحي هذا نوحان ربعين أن أغسي قدبون أيها مجموعة أما كوح أرضا كميدة وينو آخرين إيسا تحفة الأطفال مجموعة لاس هسوك عن إنو آخرين هيا تحفة الأطفال. أطفال للإمام سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المعيد الكمالي، أرجو بي أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أحكام النون الساكنة والتوين للنون إن تسكوا للتوين، أما أحكامي فقد تميني، فالأول لدار قبل أحرفين الحق ست روت فلتعرفي، همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم خين خاء، وثاني إضغام بستة أتى في أرملون عندهم قثبتت، لكن قسمان قسم يضغم في بغنة بالمعلمة، إلا إذا كلا بكلمة فلا تضغم كالدنيا ثم سروان تلا. ما شاء الله ما شاء الله. إلى هنا بركة يا صدق أرضي محمد بن الجزري شفيعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتموا قبل شروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بها
به من كل مقطوع وموصول بها وطائر سلام تكن تكتب بها باب المقارج الحروف مقارج الحروف في 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأقتا وهي حروف مد للهوي تنتهي ثم اللقص الحق همز ناؤه ثم يرده فعين حاو أدناه خنقاه أو القاف أصل لسان فوق ثم الكاف أصفر والوضو فجيم شين ويا وداد من عفاته إذ وليا أدرس من أيسار يمنى واللام إذنا لمنتهاها والنون من ترافي تحت دعر وراي دانه لذن تقول وطاو والدال وتامن ومن عليا ثنايا وسفير مستكن من ومن فوقي ثنايا سلفا وطاو والدال وسل العلا من طرفي ما ومن ضمن الشفا فرفا مع درفي ثنايا مشرفة لا أبارك إياه الله إلهي أبارك إياه واتقارن إنسان دادال بدن إن اللي قب حيي سيدا أيوح يبسان يهين يسيدا يكار الله آخرين هيان وقت دير بالقلي يجهد دير معلمين تهدي تهي هدي حق والدك أي تهي بإلهي أبارك إياه أيغانا والدين تي معلمين تي دادال كدير كب حيينا إلهي سبحانه وتعالى أيغانا الله أبارك إياه لهي ما شاء الله أدبنا وفرح صناي وحان أوجد بيننا هذا نويرينا يوسف عبد القادر أو إنه آخرين دانا قصيدة في ذكر أهم شروط العلم قصيدة أو جبا يكون صابسان علمي في ذكر أهم شروط العلم علمي يا معرفة مهمة أولي هي أرض جاسا إنه آخرين دانا يوسف عبد القادر وبعد ذكر الأساس المتينة لابد من شروطه المعينة وإنني على الأهم أقتصر وعن قصور في البيان أعتذر شروطه قدر من الذكاء ما أباد العلم عن الغباء فمن حباه الله فهم ثاقبا كان شهابا في العلو ثاقبا والبدل للجاد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ فالوقت أغلى ما حباك المولى حذاري أن تضيعه وأولى وبالعلو الهمة تصف لا تخلد إلى الراحات الرمت العلا لا يضلب العلم عشير الكسل كلا ولا مجالسا للأمل كذاك لا يضلبه ذو الملل وكل بطل ضعيف الحيال لابد للعلم من الصبر ومن إثعابك الجسم فكن بدقم وارحل إلى عواصم الأمصار واعمد إلى أشياخ الكبار لا تأخذ العلم عن الصغار فإنه مظنة الصغار ولا تكن مستعجلا في الطلب ما فاز عجلان بنيل الأرب لابد من طول الزمان فذهب وسرى لا تنقيعه ونقب لا يجتني ذو النخل من الرضبا دون انتظار نال فيه تعبا ما شاء الله إلهي أبارك يا أرض ياس وخوها يوسف عبد القادر وإن آخر هي قصيدة في ذكر أهم شروط العلم إلهي أبارك يا أرض وحاوية ما شاء الله بدمتك كالوا سو آخر هي وكسي حبس بدنيا هي وكسي في عيني هي مركبان سكسو قابلنا ما شاء الله وحان هدنا وجود بيننا معاد قارنة وإن آخرين دونا قصيدة في فضل العلم قصيدة كصافصا علمي إيا فضل إيا قيمها أوليه وحينوس وجيدين هيا معاد قارنة
قصيدة في فضل العلم والحث عليه للإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إني لا أمنح نصحي ثم أبذل لمن بغى نفعه عني ويقبل. يا من يروح ويغدو في مطالبه فمطلب فائت لو أنت نائل. العمر يذهب والأمل قائمة فانظر لعزمك فيما أنت شاغل. تسعى لأمر ولم تمر بمطلبه جالا وتترك مفروضا فتومل. المال يفنى ولذة النفوس معا والعلم يعقب خيرا لا نفاد له. والعلم أشرف مكسوب فقرت به والجال أشأم مصلوب تواصل. لو نال ذو الجال ملكا كان ذا ضاعة وذو العلوم مع الإختار أفضل. ورب ذي هيئة في الناس تأخر إن كان يسأل عن شيء فيوجل. معاد جارني وين آخر هاي القصيدة قصابا علمي يا فضي جيسا ما شاء الله الله بارك يا أرض جاس محن هذا نوجد بينا مجموعة أما كوح إنه آخر دانتا قصيدة في آداب التعلم والتفقه. منظومة في آداب التعلم والتفقه للإمام اللؤلؤي. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم. والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. فإنما المرء بأصغريه لا برجليه ولا يديه. لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجبه. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرات والمناظرة. فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النساء ويحكي لفظة. وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب. معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية. وآخر يعضى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد. يهزه بالقلب لا بنذر ليس بمضطر إلى قمدر. فالتمس العلم وأجمل في الطلب. والعلم لا يحسن إلا بالأدب. والأدب النفيع حسن الصمت وفي كثير القول بعد المخطئ. فكل ما سمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم ومفتعلة. فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيها نضقة. كم من رأيت من عجل سابقة من غير فهم به الخطا نضقة. أزرى بذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل لداعيا كذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شدر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكمة. إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خضائك. كم من جواب عقب الندامة فاقتمم السمت مع السلامة. ما شاء الله هو حيا هايين مجموعة إنو أقلم إسي قصيدة في آداب التعلم والتفقه. الحمد لله قد دهس إليها بركية وقد دهها يريد ما شاء الله العلم يساء وحبدي يساء وحن باري عن فيها هيا ما أنت وين تكون هذا الميشن جوغر هنا يبقى لك الحسيين عن لهي قدام كي نماش قصي ودا قد دهها يا والدك يا معلمين ترى الأرض داس أيوة يريد يساء وطول في كتاب وحبدي. ما شاء الله ما شاء الله إليها بركية أربع وغفر أحسن هاي إله العلم يا معرفتي حمس الله وزياني يا شاء الله. محن هذا نوجد بهيا شكري عبد الحكيم وإنه آخرين هيا كتاب كاس قواعد الفقهية قواعد كبر مياه ها كبر داس شكري عبد الحكيم وإنه آخرين دونتا كتاب كاس القواعد الفقهية. ما شاء الله
رسالة فيه القواعد الفقهية للعلام عبد الرحمن بن ناصر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علي الأرفق وجميع الأشياء والمفرق بنعم الوسيعة القزيرة والحكم بهيرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام الدائم على الرسول قريش القتم وآله وصحبه الأبرار الحيز المراتب الفقار. اعلم ديت أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك وضلا ويكشف الحق لذي القلوب ويسل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد. فارتتق في العلم غير المرتقى وتفتق سبل الذي قد أفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عديم الأجر والعفو مع أفرانه والبر. النية شرد لسائل العمل بأسل هو الفساد للعمل. الدين مبني على المسالح في جلبها ودرئنا القبائح. فإن تزاحم عاد المسالح يقدم الأعلى من المسالح. ما شاء الله ما شاء الله. نسأل الله بركيا وحي أهيد شكري عبد الحكيم وينو أخرين أيسي كتابك القواعد الفقهية إليها بركيا كورداس أيضا والدك يا معلمين تي صوصة راي تدالك ديراتك كوبحيي نحن وسي قد بينا مجموعة أما كوح إنو أخرين دونتا منظومة البيقونية. منظومة البيقونية للعلامة ضاها بن محمد بن فتوح بيقونية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي الأرسلة وذي من أقسم الحديث عدة وكل واحد نتوحدة. أولها الصحيح وهو المتصل إسناده ولن يشد أو يعل. يروي عظم بابد عن مثله معتمد في ضاده ونقله. والحسن المعروف الدرق وقدات رجاله لك صحيح اشتهرت. فكل مع الرتبة حسن قصور فهو ضعيف وأقسم كثر. وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابعين هو المخضوع. والمسند متاسل الاسند مراوي حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راوية تسيل الاسند للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف نتا مثل ما والله ينبني الفتى. كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعنك عن سعيد عن كرام ومبهم ما في راوي لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وددوا في الذي قد نزل. وما ضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف السكن. ومرسل منه سحاب وسقاد وقل قريب ما روى راوي فقد. وكل ما لم يتصل بحالي اسمه مقادع الأوثان ومعد. ما شاء الله ما شاء الله. كنا صحيح هاي مجموعة كتابك منظومة البيقونية إليها بركيان لنا قبلها. ما شاء الله سيدونا سنة وآخرين يحبس كودا. ما شاء الله أيها الوالد كودي يا معلمين تودي صوص عريبة إليها بركيان. ما شاء الله كوي كرؤس عضا وعلم بدن حفظيان الله كديو وحأقدم بيا ومتونتي لآخرين هاي قدم بيا أسو يرينا مجموعة كلا أما كوح كلا وإنه آخرين دونته الأناشيد. وأثر بأثر حوم ومصدر سيدين الأكثر لكي بالنور الأظهر. وأثر بأثر حوم ومصدر سيدين الأكثر لكي بالنور الأظهر.
ودمت خير القالب يا أجمل المدارس ودمت خير القالب أزو 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 يعلو جناحي إذا رأيت قلبي يسمو نجاحي إذا نجزت دربي ودمت خير القالب يا أجمل المدارس ودمت خير القالب أزو 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 وأفقر بيا سرحا ومصدر سيدين أسهر لكي بالنور الأظهر ودمت خير القالب يا أجمل المدارس ودمت خير القالب هزو 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 تحلو حياتي إذا ما سقت روحي قويت ذاتي فنادني ضموحي ودمت خير القالب يا أجمل المدارس ودمت خير القالب هزو 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 وأفقر بيا سرحا ومصدر سيدين أكثر لكي بالنور الأظهر ودمت خير القالب يا أجمل المدارس ودمت خير القالب أزو 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 تطرين علما ولا أمال منك تعضين عزما ولا غنى عنك ودمت خير القالب يا أجمل المدارس ودمت خير القالب أزو 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 ما شاء الله ما شاء الله إلى هذا الرقية أبدأس أبدأس وما أنا أشيد كإنه آخرين هاي سيدة قيمة بضنا يو آخرين يسيو حبسين يهين إلهي سبحانه وتعالى الله أزيادي حبس يماركتي حرسي إلهي سبحانه وتعالى الله أزيادي والد كودي معلمين تودين الله باركي حالك هو حينو قبل قبوبي أردادي إنه آخرين يسي متونتا يكو القرآن كإنه آخرين هاي يهالك إنه قرد ماضي يا أردي إنه آخرين كلمة ترحيبك يكي إنه آخرين خطبة بحالك أصي إنه قرد ماضين ما شو حقيق قرآن إلا طبعاً لمبر أو كاكوباً مجموعة إسلا آخري سي يكوى فردي فردي وآخري با أو كتاب متونة أو كل دوان آخري ما شاء الله وحد قرار إنسان مركا أرداداس إني مارتاي معلمين تو أي وقت دير يجهد دير يكوب بحيان كتاب تاس يفرون تا كل دوان اللي حيوسيي إنو وقت دير وكوب بحيان ما شاء يدكا قرار إنسان هذي معلمين تي يهدي أردادي تايبا وليبا قبلها نير يركاوالر تنسي وحو آخرين هيان وأتقارن إنسان هران هراء أما زمن كي هراء قبلها وحنا وبري جري ولا قاعد بده حين جري وحوي بادية هذي جوعان على قال حسن جري إن بيه يسوي دامن جري إن مركا وحكل اللي هو مد يسن جري ويلكم باون دكسي يا وحلا جين جري مركا ما شاء الله وأتقارن قبله مركا سي زمن كان أي وحوي حفديان يسدي مطمنت يا كتابة أي حفديان إلى سبحانه وتعالى والدين تودي يا معلمين تودي وها بركيا وحنا لنا هاي dadalkii meeshii ka sii wada oo si laban laaba ardada raayadana waxaan leeyahay ma sha Allah Allah idin barakeeyo ilaahay cilmi haydin siyaadiyo dadalkiina iyo juhdigiina meesha ka sii wada ku umada iyo maaratay dadkooda anfacana Allah idin ka dhigo halka hadaan kaga gudbo ardadii ino soo jeedinaysay kutubta kala duwan iyo khutbooyinka iyo quraanka waxaan rabaa hadana inaan ooga gudbo kelima aan siin hayo mudirka markaska Abi Hanifa الشيخ عبد الله كسر دوما لنا يا شيخ فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله ما أسأل سبحانه وتعالى الله نسكو كان كان مكان كان بركاسن دين تيسا لغو برتو كتاب كيسا فضيقا بغن وغوها الرئي شرفتي قيمها له علمي كلا فنون تكلا دودوان لغو برتو هل كان مدرسة أبي حنيفة لتحفيد القرآن الكريم الله يا مهد اسكالي وحان كلا مهد علنا مهد إلهي كدب علوم هذا شرفتي قيمها قايها له ما انت مارتي إنوسو هوري وقتي هذا قال لي آه شق هذا ذي يدنتي أيلا هين أنا إله درتي زي أنا قصابته نقصه باجي يرتان أوير النسوء أجي ومهسينهن مع المرتدة كلمة رتي أولياشة ما هذا كذي بحال ما هذا النقايا والدين تا رجع دمر بيسكو جرا سي أيلا النسوء أجيبن وحي بره والله الوجرا هو إنك أي مشغول سينهن وقتهن إن السواق إمارة أذوق دورنا هذا رمضان كي أفركي هوليسي مشغول كبرنا أي مرة أي سوسة أي وقت يقال إنه صهورين والدين ترى يدوم ربا وأكون مع سنتهن إن الأمارة لا ينجرها نفسيه
كدي بحب ما نقايا أردوا إمارة المعلمين تا أردوا ذلك يجود يا كسر بحس إمارة همر لبعض والدين تا أرورت دلنا أو كغر بستاعي معلمين تا إمارة ألم الله إن يسوع سارن أردوا أيها إمارة خود داري وحالي الله دريه لبر كم الكهنة أيها إمارة وان إمارة وهم ما نقايا دمان تا أنت ملك سوق غرب غياب شباب دمان أنت كدي ولا ليال ilma hada arkeen ee kuwa yarar iyo kuwa dhexe kuwa yarba isku jiray kuwa kuskuusa wiil iyo gabar isku jiraan quraanka iyo mutuunta faraanta kala duwan ee maasha ku akhriyay waxa weey maratay ilaahi ba mahada askar iyo fadlidaas allihiina waafajiye marka dadaal iyo maratay juhdi ayaa lagu bixiyay waalidinta iyo macallimiinta oo isku garab istaageen waxa yeelay macallinka hadaan la garab istaagin oo ilmaha barashada iyo daacwada Ilaahay aan ugu garab istaagin kaliya sax ma wadi karo marka waa in maaratay waalid garab istaagin oo helo arday wixii maaratay loo diro maaratay asana ee loo baro maaratay ka meel keena oo macallimiintiisi iyo waalidkiisi oo macallimiintana waalidinta ay kamid yihiin in maaratay saddexdaas shay marka isku xirmaan baa wax soo bixi kara Ilaahay baa maaratay fadliga iska leh kadibna macallimiinta iyo maaratay waalidinta ayaan maaratay fadliga iska leh iyo dadaalka iyo juhdigaas sawfte walaalka maqliisin walaalyaal ilmaha hadda waxa weey waqtiga waan ugu talagalnay inaan bilaabno barnaamijkan waxa weey dib baa looga dhacay waad karaan laanaysan hadii waqtigaana markan aan cilaamine oo waqti uu nuur darsamay waad karaan noqonaysan culimada iyo martida hooyinka naan waxaan ugu talagalnay waqtigi waxa keenay in dib aan uga dhacno waalidintii ayaa maaratay iyo dadkan uu yeerne ayaa waxaa waqtigaan uu qabanay kasoo dibnacay saadaraad marka waxay noqotay waqtiga aan caayimna in maaratay waxa lagu darabay noqonaysa marka saarkaysan ilmihii hadda wixii loogu talagalay inay akhriyeen ma aysan akhrinin sawto amaana waxaan fiirina waqtiga iyo dadka maaratay anaga xushmeynayna waalidinta iyo odayaasha iyo culimada anaga xushmeynayna maadaama waqtiga ay soo dibdhaceen oo wali culimada amin hore imaadeen dadkii waalidinta la rabay inay ayaga soo hormaraan yaa ka soo dibdhacay oo dadkii martida kale ka soo hormartay taas marka waalidinta insha Allah ta'ala meeshaasa waxaa naga dhacay maaratay dibla ilmaha waxa kala reebay sa maaratay awrkeysan waa la soo waxa markaa reeb waa lagu reebay anaga waqti ilaalinayna marka oo xushmeynina waalidinta iyo culimada iyo odayaasha maaratay martida iyo sharafta qaymaha qayaha leh waxa kala jirtay ilmo kale ayana aan loo yeerin oo aan ugu talagalnay inay akhriyaan barnaamijka ilaa barnaamijka aan ugu talagalnay 12 bilaabdo kadibna maaratay waqti baan u qabanno maaratay hal 2 saac bar meelahaas inuu maaratay una la gaaro loo kala dareero saadaraad waqti markii dib loo dhacay baan ilmihii hata qornaayeen yaa dib loo celiyay waqti loo mahayo kuwan ayaga ilmo waxa jirta maaratay luqad carabi oo xiwaara kooko waxa kala ah iyo ilmo kale maaratay ayagana mutuun iyo furuun kala duwan ayagana akhrinayeen ilmo kale maaratay quraanka iyo maaratay waxyaalaha loogu talagalay marka waxaasna waqti baan u waynay ilmahana waxaan leenahay ka raali noqda sidaas maaratay ayaa meeshii nila soo istaajin waaye laana ilmaha waxa wixii loogu talagalay hadii loo dhiibo ama maaratay loo fulin waayo waxa niyadooda waxba ciriiri ba galaa saadaraad markii ilmaha waxaan u sheegayaa yaani maaratay naci iyo maaratay waxyaalo kale ma aha waalidiinteena culimadeena anaga ixtiraamayna oo waqti inagu maaratay aan ka soo dibdhacnay sidaas aan igala reebay iniga insha Allah ta'ala mar kale ma soo istaag doono la qoro inta ka dib walaalyaal markaska waxa la yiraahdaa madrasatu Abi Hanifa li tahfiz al-Quran al-Karim Abi Hanifa waad garanaysan a'imada arbacada buu kamid yahay kulli culimadii ayaa fadhida maaratay waxyaalaha ilmaha akhriyeen iyo magacaas asaga yaani maaratay wax ka talaami doona insha Allah hadii waqtigu uu saameeyo marka madrasada magacaas ay leedahay waxa ugu horeeya lagu barta kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo shayga la barta shayga uu fadli badan oo kalaamullaah ah oo maaratay aziiska maaratay kitaabka sharafta aziiska maaratay qiimaha leh ayaa maaratay ugu horeeya waxa lagu barto waxa kale lagu barta cilmiga kala seena ee fununta kaysa kala kala duwan inta ilmahaada ay akhriyeen inta kale in kale ayaga aan la sheegin ayaa lagu barta meeshan ayada ah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaana fadli iska leh ilaahayna inuu maaratay dacwadan noo kaalmeeyo oo sidana si ka dhalan kor noo qaado ilaahay rajaynayna insha Allah ta'ala madrasana ayda waxaan asaasnay maaratay bishii 10aad 2000 iyo maaratay 20kii ayaan asaasnay ilmaha arkayseen badankooda halkana alif loogu bilaabay halkana alif loogu bilaabay qaarkooda subax khamiis bay dhameeyeen oo subax arbacay ku sii dhex jiraan subax arbaca ayay ku sii dhex jiraan waa ilmihii halka alif loogu bilaabay qaarna juski 2aad qaarna juski macnaha maaratay jus ama ayay ku jiraan waxna waxa yeelayna macnaha waxa weeye ilmaha yaani faraad ayaa wasneenba
بنادق إلهي مو أصلا سمين حق فهمها حق الدذالك حق مارة المسكادة في فرنانتا إي حق مارة الجهدية إي حق مارة الفرعوني وحق بشرة إلهي مو أصلا كس من معناه مارة بن آدم كان مخلوق رنبا وناس النبا سادرات المركة والدين تا إن شاء الله تعالى وإن أرنتا سأيل سعودان وإن أوجي هل إن بغن والدين تا كم إذا وها مركة دوكسي وأساسية مدرسة سنة يسدح بلوت بان هل كان يعني أصلا هاي أو مارة الدذالك أسأم بحنه وسنة يسدح بلوت وهاك لا أنت ناس يدر اللي هاجر تام مطول له آخره أو لما رتي عن ابتدائي أنا وطلع قلنا إن ما رتي ابتدائي يا مركا يكبهان إن عداد وسي جدبان مدارس تمعنا مدارس وأجرنا سان ابتدائي عدادي يتنوي مركا هالك ما حن أودرنا ما عيال هاسكلا إن العلم هاي مرت المدارس كلي مالك لا يسنو بهان أو مركا عن القرآن كود دمية أسمع القرآن كود دمية ثانية ابتدائي مدارس دمية ما فنون تخلدنا كوقاتي هذا عدد يسيب إنه ما رأته شهادة قرآن وقاته هذا واحد رانكه أو ما رأته بداية دمسة شهادة هلك وطال الله سير إن شاء الله تعالى قرآن كن دمين أنا وطال كن شهادة قرآن لسيه لكن شهادة قرآن كات دب أنا ودني أو ما رأته ما دام وقتنا الآن هين أو ما رأته أو نحن وطال كن عرفا صوت إن شاء الله تعالى مرك الماس أيها نواجران أو قرآن كن دمين شهادة قادنا أيهنا متوتنا بداية أيهنا شهادة قادنا أيهنا ويكوجران qayb kale oo maarta quraanka aan dhameeyay oo shaada qaadanayna kutubta mutunta oo ifdaayayna maarta waan way waa kuwan ayaga insha Allah ta'ala jaayizadaas baa lagu talagalay marka waa sanad iyo saddex bilood ayuu asaasan yahay dugsiga marka sanad iyo saddex bilood aanuk waad garanaysaa marka qaabka wax loo akhri iyo waxa loo dhameeyay ama shaada loo qaadanay oo culimaanta looga imtixaan ka qaadeen qaar ka macnaha la keenay maarta ilmihii fiiriyeen la yiraahdo ilmaha shaada way qaadan karaan وحاول مرة تفضل إلى بس كله سبحانه وتعالى أقول أن الله أنا لقوم كينن دلال يرين لقوم كينن وحد قرن كرت أمشي مركة إني مرة أنا لقى سيحنن بن آدم الله كل طويل والله ناي وعيب والله ناي لكن هذانا وها مرة تدمك كل مركة في ردت سنة دي صدح بلاد وحن أو فنون أو كلد وأنا علمية أو كتاب أو هر إني مرة ما أمشي لوصل بندقم رنتي وفرحت أدوين مرة الأمر الرقوي قارن أنا مرة أدي فرح قرسوي مرتدى والدين تي علمها كسر قب شيء يفقاب في النظام كان لف دي عرورته لابت سيد الليل علي وقاب فرح قريب ومقاب المه آخرين ما شاء الله أيضا مارة النسيب ضر المه اللي جسوا قبنا مركي وحلا آخرين ب أنا وقت إعلان لنا مركا أنت عص أيو دخس يا أيو أساسين هاي إلى هنا وحرجينا كبرنا سبحانه وتعالى إنه نوك على مي دعوتنا أيضا دعوتنا أيضا نوك على مي قارهان دخسينا وادقرنا سنة إخواني وحلو قاتو iyo waxa maaratay macallimiinta ay umada barayaan ilmaha koriska ah waxa way islaamaha waad garanaysan kitaabki ilaahay waxa u dhigmo maaratay loo la qeymay ma wajiraba waxa u dhimo la qeymaa malaha anuga maanta waxaas oo maaratay cilmi oo maaratay maanta horta ku akhriye maxaa maleen kartaa marka qofkaasaga in rafaad iyo diploma in aan loo marin raha raha lagu meelin raha raha lagu meelin saadarada marka wax arkaysa marka diinta ilaahay haday madaris tahay haduu dugsi yahay hadii maaratay wax diin uu yahay iyo maadiga waxyaalaha lagu kala bixiyo waxa maaratay waad garanaysaa marka ayaba macallimiinta iyo culimada khayr Allah siiye ay maaratay iqtisaadka ay qaataan waxyaalaha mashaarkoodu iska yar yahay laga yaabo dad qaar inaan ma laga helin sida meelo badan markii la tago maaratay aan laga sheego culimada ay ka sheegan waxa way intaas oo aanu ay bilaash iska yihiin waxa dhici karta marka maaratay aad gaadareen kartaa macallimiintaas inaysan u jeedin adduunye ay u jeedaan maaratay dacwa iyo diinta ilaahay koriyanadeeda kelimada ilaahay ee culya inay maaratay ay ku tala galeen waayo haday ku tala galeen inay dhaqaale helaan inay adduunye maaratay ay raadinayaan waxa ay waxa soo dhan laga ma helen waxaan dhan lama soo saareen waxaan mid bilaash wax laga qaadanin iyo mid wax yar laga qaato dhamaan macnaa waxa ay waxa lama soo saareen dacwadana waxba ilaahay ma wajirinba ayadoo maaratay maadiga markaa u fiiridid dadka ay maarada midigta ku qabteen diinta ilaahayna maanta laga cambidhiyo oo haddana ay ku tusin karto mid daayada ah in bidaxa lagu qabtay culimada iyo maarada qaar la siiyo ee kitaabka ilaahay iyo cilmiga ilaahay maarada xambaarsan oo warathatul anbiyaa anbiyaada ilaahay maarada waxyi ku soo dooyay oo rusasha ilaahay maarada uu soo diray ummad uu soo diray waxyaalihi ilaahay waxyigiisa loo soo dhiibay oo culimada ba maanta haasa oo xambaarsan maxaad dareen kartaa marka in laga cambidhiyo diinta waalidiinta iyo dadka muslimiinta waxa way maarada way inay maaratay aqtaada aad qiimaha ay uga sii joogin ayaa dareemi karta marka oo in qofka maadiga iyo waxyaalaha adduunka ku saabsan dhaqaalaha adduunka iyo madaxtinimada haday tahay doorashada haday tahay wax kale haduu yahay in maaratay aad aan u qiimeyno
لكن معلنك دكسي وحالين معلنك دكسي وحالين معلنك كوا وغوي مركي واغ لدي جره معلنك لدي جره كاف لريبي جره يو معلنك احترامي وحشمه يو اعتنم يو مارتي ايو لهاي او دينتنا مارتي اي لهات اي مارتي قدرين لكن مركي معلنك كي لده يا مارتي شرفتي يا بركدي يا مار اكتوده الهي باسيه شرف يا بركه نك الدين تلاح مرتي كتاب الهي الهي اكتيس شرف يا قيمو كلاي نن كان معنا اكتيس ان قيمه ان وكلي هين وكلي هين لكن عدان اكتو ان قيمه كلي هين علماء سي مرته ودادده اي مرته دينت الهي يا كتابك الهي علم الهي حنبارسن يا وحاو انك اكتيس مرته ان قيمه او اركن اسو ما دل قوا اسو ما دباته قوا اسو ما مرته قوا دن كدحسا وي علماء ميش انبيده بي تاريخين ان شاء الله ان انا حقلم علماء باي قدميسا مركه ان شاء الله تعالى برنامج خاص سي مرته نو قيب قاتين والدين الجهدية دلال وصب به والدين وحاجرا هل كان والدينا وإلم هذا الإكتان مع ذلك هذانا أرض هذا كمذا وإيه نفتح كتب له آخرية وصلاة اللبرة التحيات اللبرة أذكار اللبرة أذنقاد اللبرة ما شاء الله إلهي بركة والدين تاس دلال يجهد بيبيعين مارتي إن هل كان سود جنة استجنة نوح آخر دمنا وقتي بين سامحين مركز هذا الرد بان ايغن اوغر رمنه هدي لو سيستاجين واي ادو ددالكا صبخس كرا الله وادي والدك امارته والدكينا مركا انتاس ايغن او شيغا مركا ان شاء الله تعالى كلمديدي انتاس ايان مارته كوسو غامن دونا علماء وديبا ان شاء الله تعالى شكرا جزاكم الله خير ما شاء الله ما شاء الله الله باركيو مديرك مدرسه ابي حنيفه الشيخ عبد الله كلمة ونو سوجيدية دنعيها بدن تاوان إساء قيمك إله سبحانه وتعالى إنغان الله نغو أنفعه أساقنا ميزانك حسناتك الله أغوكبه ما شاء الله آد بأم حسن يهي وحان هذا الوغسي قد بينا عمر من أينو كلمة نو سوجيدية الشيخنا الشيخ محمد يعرف من أينو كلمة نو سوجيدية الشيخ سودو فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة دان قيمة بضان رنت أنيق آدي سوجيرتي آدي آدنا نوفرح قليسي وحان داران سناي أنيق وكليناتهين وفرح بلان دين كجيرو وحان داران سانا هاي دين كو عيلي بلان كجيرو او اسعيلي ايو كليل وجيرو مع ذلك ادرا وحاد ود القادان ايسان او نصيحي سان ايسان وحاميش اللي شيقي قيمه اولي هاي ولا ليال حفلة داني وحاي كمتها حفلة ده قالقا الله اكتيسة سبحانه وتعالى عند الناس وحا لقيا با اني جيران كوكا قيمة بضان oo madaxda la shirayo adduunyo loo shirayo oo doorasho loo shirayo oo arrimo kala qabiil loo shirayo laakiin shir ama xaflad la isugu imanayo oo kitaabka ilaahay mid akhrinaya mid dhageysanaya iyo mid ku raaxaysanaya iyo mid ku farxayo ama waalida ama xaadir kale soo xaadira waxa weeyaan waa tan oo kale waa mid ugu qaalisan adduunka waxa jooga waana samaraad kimataqana waxa weeyaan waa jannada oo la gulanayo la shaka mana jannada haday mid jiraan adduunka la guranayo waa tan oo kale markii quraanka ilaahay ee diinta la akhrinayo ee ma taqaana sida loo dhageysanayo tan iyo markaan meeshan imaan hal saac aan imaade kaliba kaliba ka qiimo badan tahay ba carabka dhigtana ku soo dhacayay waxa wala la yaa la shaka ah arurti horteena wax ku akhrinaysey intay akhriyeen hadaan wada fahmi lahayn oo carabiga la cajeeb aan aqoon lahayn sheeko kale ma aan u baahanayn la shaka mana sheeko kale iyo af Soomaali lagu hadlamayna aan u baahanayn yaa anagu filan lahayd sababtoo waxaan dhan karaa mowduuc diinta kamid oo laga hadli waayay yahay haduu kalaamki Ilaahay yahay oo Qur'aanka haduu xadiithi Nabiga yahay haduu aalaadki yahay haduu siiradii yahay haduu mustalahi yahay qawaaidul fiqh haduu yahay mana mowduuc kasta waxba laga soo qaatay tusaale lana tusinayay waana numuudo tusin arurta meesha joogta waxay ku haysaa lana tusinay marka insha Allah ta'ala arinta qul bi fadli llahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un alayhi subhanahu wa ta'ala fadliga ilahi ya naxariistiisa waxaad ku tirada ku farxa ha lagu farxo abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wuxuu leeyahay bi fadli llahi quraanka loo jeedaa
وبرحمة الإسلام على الوجه ده القرآن كو حق ورمر يفير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعود واحا كفر حلالي يقول بفضل الله وقرآن كبود مانا وبرحمة الدمانا وحاوي أنا وإسلام ماذا أما إيمان كماذا نقطة وأنا كلمة صح وقيمة بلان إلهي بقرآن كيسا سيدا كله واحا لغو فرح طوو قيمة بلان وي ولا ليال وحاذ اكتهين إلمها عرورتا وثمرة القلب وقلب مريسة نبي صلوات الله وسلامه عليه مركي قفك إلما لغو أوصله إلهي وحو دعيا قلبي جيسا مريسة ما سوقا دين أدوان كيجي ها مرايكتي وحايد وانو سوقا ني محوه يرمها كسوقا دين وشكر الحمد لله اللي إسيه وحدنا إغا قاتي مركاسا وحو دعيا الله سبحانه وتعالى جنرا وحاذو قد نستان بيت لدو بيت المتقانا بيت الحمدي بيت الحمد الله قد نصو وحاد قرن إسا قيمها إلهي إلهي با سؤالي ما قلبي جيسا مريسة ما كسوقا دين ماشي عرورتي نجيتها لقف النجية على مجرو تصارع كصوتها وحاب وقتي إن جمدي ما أنت عملني كده اللي وإلمه الله وسيوايو ما أنا محا الله بريا محا دواء محا علاجة محا متق أنا دوينا محا أنت مركز دم ودمك على الأذية المال الرجلية بل في سؤال عليها أنت وقت على ودماء لو أذين يا المال الرجلية لو أذية دواء الله صوصيو الله صوبريشي ما كلا صوت الله المال أنت الرجلية ilaahay markuu ku siiyay ilmihi si dhibir ku siiyay oo ma taqaana wali ilmo caafimaad kala kaaga dhigay waliba ilmo maskax qaba alla kaaga dhigay waliba ilmo muslima alla kaaga dhigay waliba diinta ilaahay ilmo faamay alla kaaga dhigay alxamdulillaah rabbil caalamin waalidiinta meesha fadhiya ee ilmahooda yar yar ay wax akhrinayeen quraanka akhrinayeen anaashiida akhrinayeen siirada akhrinayeen waxa weeye allah baa min fadliyay siiyay idinkii kuwa idin la midkaaba oo ma taqaana muslimiinta ilmaha fiican la u siiyay marka lama rabo dadka noocaasa ee qaali waxa la inasiyo kuwa ugu qiimo badan bacda iimaani in la dayaco looma baahno in la dayaco looma baahno halkay maanta taageen horeyn looga sii wadaa la rabaa waxaa jira dad ilaahay ilmasiya subxaana wa tacaala oo haddana kalin calayhim ku ah korkooda culays ku ah uu dhalay uu soo koriyey waxbarashinu geeyaa laga yaabaa intaas uu ku soo dadaalay maca daalika markii dambe ma taqaana ciyaalo suuq iyo foodheere iyo ma taqaana joqore iyo tuug iyo dad dile waxaasuu noqonayaa markaasaa maalinkaas qaaraankii laga qaadayaa maalinkaasaa sagibaa xoolo la weydiinayaa maalinkaasaa dadu dhib gaadhsiiyaa la weydiinayaa sida ma taqaana aad u dhasheen bay u dhaleen dadka ayaga waxa ilaahay lagu mahadiyo weeye hadduu ilmahaaga diinta alla waafajiyey hadduu qur-aanka bartay hadduu sunnada nabiga bartay taaun buuna ilmuu ku waanfacayaa laa shak islaanta hadday dhashay laba wiil midna aduu xagga maadiga u dhaqaaqaya halkaa uu diintii u diido midna uu ma taqaanaa diinta iyo qur-aanka u dhaqaaqo midkee nacfi dhow midkeebaa durba la nacfisanayaa midkeebaa durba ma taqaanaa waxaa weeye laga yaabana waalidka wax taraa waa ninka dhanka diinta u dhaqaaqay waa ka maanta ma taqaana hal san iyo bar buu qur-aanka dhiganayay hal san iyo bar dan baad u dhintay macalin buu noqon dugsi buu qaba 30 kun buu qaadanaya beelka reerka wafaataba kii kale hadduu soo dhigto intaasoo sana u dhigto oo wax walba uu soo sameeyo waxaa laga yaabaa weligi reerkan dulsaar ku ahaada iya inuu kani ka bixiyaa laga yaabaa matan ciidda u galo oo waxba una keenin markaan saa leh waxaan wajeedaa diinta ilaahay ba cizi ku jira diinta ilaahay ba sharaf ku jirtaa diinta ilaahay ba akhiri adduunba ma taqaanaa lagu gaadhaa meel kale ayaan loo raadinin ilaahay subxaana wa tacaala ummad badan ba wiilkaaga qur-aankiisa jannada ku geynaya macalinkiisi baa jannada in lagu geeyo mudan waalidkiisi baa jannada lagu geynayaa asxaabtiisa saaxiibada wada baranayn baa jannada lagu geynayaa oo u shafeecayaa adiga kow baa katay taaj weyn baa lagu xidhi maalinkaa ma taqaanaa waa ilmahaagu ma taqaanaa uu diinta ilaah intuu barto laakiin waanu ku dhaqmaa bishardi diinta qur-aanka in la barto ha diinta la barto lagu dhaqmi waayo wabaal iyo cuquuban baa lagala kulmayaa marka walaalayaal caruurta dhaqan bay noo tahay inaan dugsiga geynaa ma aha kulli ma wada jeclin laakiin dhaqan bay noo tahay cunuga dugsigaa la geeyo ninka inoogu jaqoraysan ee inoogu xun ee qaad cunya sigaar cunka ilmihiisa dugsiga uu geynayaa haddaad tiraahdo war adigoo maa dhigatid oo diinta baratid maya cunuga dugsiga uu ku garaacayaa asagana ma dhiganayo waa dhaqan bay noo tahay laakiin lama rabo dhaqan keli inay noqotee inay jacayl iyo cusba nabigaan ku daanayno saxaabada ku daanayno ragga wanaagsan ku daanayno hadda madariseen maxaa loo bixiyey abi xaniifa sooma maanaa waxaan dhihi lahaa anuu madarsi cabdullahi baan dhihi lahaa maxaa loo dhihi waayey maanaa dayasho lagu daya ragga ayaga تشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالرجال فلا حمال رقي في أنا كد إذا أو ودلو ذي قال ولو يدان يو كربا هانين
رجع في عنا الله ود دايرة ونجاح يقول ويانه مرك أبو حنيفة كان نقطة مدرسة ديسي مدرسة ولا أنجري تيا كان نقطة رجعنا إن شاء الله تعالى ولا ليال قرآن كا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فرلا جورنا يو يا وهو شيء يا سورة آل عمران يا بقرين وبرت سديت سنة كبرت إن أنا ما أنت وحالة جاي يا بين عند السنة ده أنا أقولك أنا مياقس من دوسة ده فديا والله لا سوى بقري على عمران كلوي وأني سحابي سديت سنة كوقات على عمران يا بقرة يا قرآن كابو كودا فديا أو كوبا لقو كوكان جارو كوينا خير يا بركون بكو تاريخ هذا جو أنت مالها كلمات أنا وآدي لها مركا إيالك ولا اللي على القرآن كا هلا قلت ده دالو آخر يا دوم بقول شو هالكاس يجرتا نبغى قتل ما سلامات الله وسلام عليه لولا القفة أدوم كا وجو خير كبراني وقرآن كا نك برتا دات كنا برهايا أو أرضا يا معلق عبري ولا بلا خير ربنا الكاس يجرتا نك قرآن كا خيركم أن تعلم القرآن وعلمه قرآن كا سجع برتاي دات كنا وبريا مركا ولا اللي على شيخ انا اكتي دابا دور جرو او كدواجيه وقتي انا وعليدي وارنتي انا وحا وانا وقتي وعليدي هوانك عليدي كوجيرا يوم رمضان لو جيرا درتت انا وحان ين كوتانينيا وحان ين كوترقيبنيا علمي ان ما انت وانا كفرحسناي هلكا فرحا كسي ودان معلمين تا لا غرب سيو هل لا دادالو هلكا لا سي ولو هل ارن انغو ميل كاستو ما تقانا مدرسون تغل وان كهلا معلمين توي ديعين إن لا يصدرنا ما علمت وهذا يعين وهذا معلم قشيرة يقولون تاسو المرة وعاجرة إسكما تقانا وحوها كما هو ما تقانا إسكبح جوان باجرة وطو إسكني يولو شاقة وحو ما عاسو كرا الله يدي كاجر سيو لكن وحان له وحان له إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرلا يا معلمك يا دخترك هدان لكرامين خير لك مهلو بني دختر أو تولد دقال waray daawade oo dagaal faa ku bilow irba sunu ku duraya ama daawahan boo ku seenaya baraka ka helmay si dhaqtar aad la dagaasho macallinkana waa kadalik hadaas karaameen weeydo oo u soo dhuuman weeydo oo adeen lagu weeyna oo sama taqana waxa ka salaami weeydo oo aad ka xad weeydo ducada baraka asagana ka gaarimays baraka ka gaarimays nimban ninku macallimiinta uga dadaal badan yahay oo macallimiinta ma taqana xaqooda ka ilaalin og yahay oo wax dheeraad oo siin waayo oo ma taqana arday duco inuu gisa uga raadin waayo وقدم بياداتك كلا إنه قاسي إنت عنك يلي ويا إنه جاي جدال محمري أبا مرسي جدال أبا مرسي أرمى ما تقانا وحبر شاء الله جبرتو يا على لا ترى علم إلا بستة صوم بيك أنا أخبارها يا شعرك محوها ذكاء وحرص واصطبار وبقة وإرشاد وأستاذ وطول الزمن وحن كده دنسى أفرت ما تقانا شن طابة قبل دي ما تقانا أنا شيء ذكاء ليسي علمي كان ليسي علمي قال لما قادو إلا اللي هلو اللي حرم اللي هلو علمي اللي قادم هاي قف قوانو فهم ليه هادو قف جرين يا محران برنكين على ما برنا يو دادال وينو ليه دادال هادونا العين وهو برنا يو انا انو قوانو دادالا اما عدال سوال ساكو دادالو اما عقلي ساكو دادالي وصلي بارو صبر دلقات وينو عمبير فراكة قادا وينو وريك فراكة قادا وينو دوسي بحفة ديا مسايك بحفة ديا وينو صبر فربان أولي هاي وإرشاد أستاذ المعلم ولا سواء إنه هايستا هذا معلم كوكاح وياي إنه قاس وضاها يا سكان وديب دعيا معلم قارية أو قرآن كي يقانا أو تربية يقانا سيادة إن كم مقطع كله أو توسينا يا إنه قا وين له لا وطول الزمان وقت ده روان قاطع هل سنا قرآن كدينا مدح فدينا يا مانتنا يا إيه البواحدي ما كان تكسر دينا مدح جوا يا مانتنا إنت أصلا ما مدح جوا يا وطول الزمان أرماها إنت له لا إلى لقيها لا وحبر شو توسنا ما نقنا يسا معي سومالين أورنجي تاب سومال كل يجرين معنا وحا علم اللي وقانا أفر الرموت معي عين يا معلن قارية وقران كي يقانا وقران انت هذا نوكين معلن كوب سمى قاربة قران كي يقانا مجود ميو ياي نين قران كي يقانا ميا وصفا متقنا ميا ياي كل قوة اسكوب سنت هذا نوكين وكو معلن قارية ويل خيلات دار ويل دواقة وقران كما قدوسة تقدر واقة يا اتكي سويدة كما غليس قريقة oo ku farxay soo dhawaaqay waa laba hadda laba qol ay noo qaaday ana shiidka u dhaama taqaan kitaab ino qaaday qolana korba u qaadan oo qalbigana dhalaaliyeen qolana hoos ba akhriyeen oo ogaa ma taqaan kuwa kala ka qiimo badan gabdho waa sawiran baan arkay oo saalo ma taqaan xiiseen ee dhawaaqooda marka macallin qeyla dheerna qiimihiisu leeyahay ee arda qiimo qeyla dheer mid labaad habar qalqaalilu salaadii kacayso anjeeyay dubayso cunuga ma taqaan diyaarinaysa iyo oray qoodmale aba bishii way gaadhay ho dab
أما بشوي قاعد هذا يا جسمان قاعد ها قرآن كمان دمي معلم كاسي وأقعد على معلم كمركي اللي يدي معلم تبارك بيلاني معلم كي مركي اللي يدي معلم كي بسانيال معلم كي وعنو جيدي لي معلم كي ومركي اللي يدي معلم كين لو بدلوا متقن الله جاجيال ربع مركا رنتا وان كشجع ملك صنطقة معلمين تلوست كرديو هلو بدلوا علاس فر بلام بهايان هدي هال معلمين كي على صورة دا برا دي لقوا دالو نبي متقن وعوان كون نقول نبي كثيف مركا معلمين تلو بدلوا أو أبال كورة هال مريلهم بأبال كورة كسوق يعني أبال كورة هال مريو متقن لوست كرديو ما ناس أرضنا متقن سقلبي نظيفة أو أبرا إن شاء الله تعالى ورعورة إني كنا بدلوا ملف عن بتاعنتين هال كا كسي ولا شيخ ودي كنا بركين الله بنيو دلال بلن بعد بحصار ينكم موقته هدا لنا هالك كسي ولا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الله بارك يا شيخنا شيخ احمد كلمه قيمه بدل ومسمو جديد كل استطابه جوالا قيمه بدل وكنت علقه مدعيونا جيركينا دقا جسد إلهي سبحانه وتعالى إن لقى الله نوع أنفعه أسقنا ميزاك حسناتك إلهي هأوبوح يمالك قيامه علمي سعلم النافع الله كديه عمري سنة الله وبركيه خيرك يا عرورتنا الله وبركيه رنتي كلمة معان بدن ومارك تآد يآد أنوك بالهين إني ناصي سعطه يشيخ نوسه جيدي وحبارة أنك تقين دنك استبع ننك استلوى دقي سنة يدقيه سوى كمق لهي قفك صنوح عمالي إنو قلبي سعود دقاقية وكلمة داس إيا وعدك أولا دعي مركز جزاكم الله خيرا وادم هسنتي هندمانتين شيخنا إلهي سبحانه وتعالى صغر الله بارك يا ملكه وحن هذا نوسي قد بهيا كلمة أنسين هيا أحد الوالدين والدين تا متكمدة كلمة أنسين هيا ين أوسي قد بهيا وحن ربا إنا كسو دوية مكارفون كا وكلمة نوسو جيدسو هو يداس مقعدو يهي ورس يارهبا كلمة ير إنا أيدنا نوسو جيدس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله يا مهدي الشكر سكله الله ماشي سكوك إن كاني كاسن كم هذا هنا إن حسلام يا دمان والدين ت رجي هواين بله يا عررتي أنا الحمد لله معلمين تينا جدو جايسو بحيين جزاك الله خير ان تاسو آن إن نكو عمر قادرنا اياد في عنتاي مركا الحمد لله معلمين تينا لو دادالو وحان دايا ان او حنيفة وحان جعلنا انكر لو قادو وحان اي ارداد كميدة دوكسيقة ان عررتو دانا اي ديكتو حق والد ايو حق وحبرشو مركا جزاك الله خير شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذا شرفت له مدير مدرسه حنيفه شيخ عبد الله يوم معلمين تكره ارضي دا يا والدين تا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ادبا فرح مانت ولنا هاي سيدي المها قران كايو سيرة النبي يو واحد كسوسي وآخرناين ميداس نهاد الدلال معلمين تبركيلا كوي مهتة مركا هرتة مع شيء يا مادية آد جربلوسيا ساكي سرادي ماشي نسكو ما أنا مع السكو يا هاد مستنى وياه إن كستو في إنجليزي وقف أنا كوه هذا مركا وأذكر الآن إذا كستو في سوماليا يرحون مركا والدين تسكو كم حاملينا سكول كي أوي أرمان محرقة بحياة بشي وشانكون بشي وشانكون أنا كرمالين تينا ده شيقي محود بل شنبقرا أو درنو شيقي و ها نينيو محاوي دين تري أقاري أدومو وأنا أنفعي أقاري أدومو وأنا أنفعي أنا كمالا بلا تقني ما دي إيو قرآن كان أسكو فيرنا إن شاء الله محارمنا والدين تهل هل هيجن ومقلي هايسين مع أمالينا يا دوكسي كان هل سنة إيوه صدح بلو دو فرناي أنا أقول كيكا مع أمالينا هاد العمران العمران وجوه أمالينا ما مقلي هايسا ماركا ووالا ليا لو شيق معلمين تاو دادان لو أرضي بدانو محاجة تابلاش لو قديها يو
في سبيل الله تاسي هدي إن شاء الله أجر أيك الله كسيو لكن أنا كذلك أنا بلدين تا عاد بأوجفنا خاصة محل هذا أهوينك رجع نكس هاد ما أنت فيه معوالي ورجع ماشى معجوا الله ما مش لكن واحد أبنا ما مشى إماله وهوينك ما موينك عاد هود دارانو ما موينك علمي كود دارانو حتى حاسك كورس كهديلا ده والد كيو ماملا وفي عن كورسا مركا حنا ناسكا أف هاد محلي رهدا واحد ده محاجة تلوغة يا ماما مثل مالا تانك أفكي هويو محاساس لوده عنوغة مالن تود بشو إرو انتو كبربار هايو هويدو كدو يهي هويدو كدو يهي واحد سويحي لوده أفكي هويو الماء سكول كمركي كو جران بوغة كوا إلا بوغة سدحات أفكا هو يو وإن لود يو إريجي أف انجريس وكو كسي وايو أفكا هو يو وارو كوا هدنا علم عصب رائم هذا أو فورين لانجويج سالة رابو مركا والدين تمحشي هيا ما مو إنكا ما أنت بورساء إنكا نيبوحان آبايا إنكا كاذك رونتا مركي سكو شايونا آبايا إنكا كاذك وحي سو قادنا وإنكو أنا كسوحرين هينا مركا معايشينا إن شاء الله ديبا اسكو هاري دونا مصلحتي شيقشه وانا فيرينو وانا شيق صدو شيغه انو انتي لو دعيو انو خير يلينا انو انتي لو دعيو وما ده برانيا انو انتي لو دعيو ولا فاميلي هورهيسا وا ارغنا او اني ما اركي علم اسكول سو بره كو جامعي او شقيناي وا اركي كو تو اني دخل نفتي وا اركي أنا واحد شو برجع سدي سر راح براي، ها؟ مركع دون واحد وارك إني ماله، المها واحد برشلونة دا كود دالو، دالك كوانا محي، هذا واقع ده، أنا قاعد دكسو ماله، ويجي قريب و سنين ثلاثة أربعة قميص يا جماعة سكو دكسي ماله، سبت يا حد، والد كي ابن كي صدوم ما شاسي إيمانين، وشاقي كصور دونين. war aanu geeygu soo wax ku baranaya hadde la yanfac way mid labaad waxa sheegaya waa suu sheekh sheegaye sheekasha loo soo kala dhunto macna badan ah leeyah macna weyn waa leeyahay ma maqlaysa hada eray kale buu dhaa umaleena hoosta wax uga dhiib waxa isku diwa duca aan uga doon hayso meel ka wala aag waa ku bixina meel siyaasad ha noqoto meel haraambe kale ha noqoto aanug maadi loo wada hanqoto aad baa lacag loogu bixiya laakiin markii noqoto beerka quraanka waalidiinta waa liidana marka insha Allah taala anoo waqtiga soo gaabin hayo oo ay ugu fiicnaado maanta af ingiriiska mise af sawaaxiliga dadka saad u kasay ila joogan maxaan leeyahay insha Allah taala waalidiinta aa u dadaalo macallimiinta wa billahi tawfiq laha marakeeyo kelimada uu soo jeedinayna Allah ha nagu aqbalo ما شاء الله وحن ربا ان ان وحيران سيو ايدو نو سو كوبيسا كبدي هوري او كميد اهيد والدين تا حليمو او سو دواتي سدا لاي شيغو ميشن سو فاريساتاي اون كير بوبلي كلمه يا وحن ربا كلمديدي 2 دقيقه ما 3 دقيقه ان شاء الله ان كو سو دوويو ايدو مهدسن حليمو يوسف حليمو يوسف ان شاء الله يان كلمه ير كو سو دوويننا ايدا ماركا نوو دنبين دونتا ان شاء الله وخي الحمد لله رب العالمين الى ما اسكله الايجمنت ميشن اسكو كان كان انتن او مسلمين اسكو ماتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله شيخ ويا علمين تبيش اسكو ماتو مهسنتين شيخ عبد الله الى قيره كسي اولاد داينا ميل قيره نو سو مرس انا الحمد لله وانكم في بعد علين هنا انت ميش تاغن حمل يا مانتا وا لو فرحي ارمان الماء وحبا غرينا ميش كسو دحتورنا maantan waxaan u maleeyaa meel dheer bay tagayno haddii dadku wax garanay kullay wax may ka fahmeen sheekh oo ku mahadsan tahay waalidiinta isugu maatay meeshan oo mahadsantiin anii salaamay kulligiin ay hadda loo soo dadaalo macallimiinta sida alla sida ay sheekayaashi sheegteen waxaan rabnaa insha Allah taala inaan ku soo dadaalno oo isku mid aan noqono oo macallimiinta aan garab qabanno sidaas iyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayd xaliima yusuf oo kamida waalidiinta allah barakeeyo kelimada ay noo soo jeesay allah nagu anfaco iyo dhamaan intii ka horeysay oo
والدين له ومرت شرف يا علماء يا أرضي وحينو آخرنا يسبا شكرا بان الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الله يدين بركيا علمينا علم نافع دمانتين الله كديو أولاد دمانت وآخر سي متون تكلدون إن وكر آخر سينا إله سبحانه وتعالى كو إن أنفع آخرية أدون ب مركان دمانا إن صح صوص وباريال إله سبحانه وتعالى الله نقدو ولا ليال انتنا أن جلين توزيع شهادات شهادوينك إيو جوائستي إلمي سيوك القوليستان يلان برادة يقالين انت إن قيلين وحان ربا كلمة ير ومارتي قنانة دا إنا وحيرا انكادوها علماء دم بيساي وليبا خاصة شيخنا شيخ محمد يان وحبكة تغين أنا غانا وانوصيات كاين هيا وحان لاهاي جزاكم الله خيرا وادركتان المهي نمان تاسي دا قيمها بادان اي وحو آخرين مركو حالا ربا ددالك إن إنا ماشا انكاسي ونو ددالك إن إنا ماشا كاسي ونو أو المهي إن إن ددالك سيلا من لابنو هدان معلمين تنهاي iy hadii ma aragtay ay yihiin waalidiintii iy haday ardada ay yihiin ba nin kastaba inuu juhdigiisa meesha ka sii wado waxa la dhahaa een waxbarashadu waxay leedahay saddex garab oo ay ku duusho saddexda garab mid kamid ah hadii la waayo waxbarashada meel ma gaadheyso waa aragtay oo shimbirka meeqa garab buu leeyahay oo ku duula laba garab buu leeyahay oo ku duula soo ma mid kamid ah hadii laga gooyo ka waran ma duuli kara maya ma duuli kara waa saddexda garab ay ku duuso waxbarashadu waxa weeyo in la helo macallin dadaal haya oo ardayga u dadaal haya oo maartay juhdi dheeraad ku bixin haya sidoo kale in la helo arday asagana dadaal haya oo cashirki la siiyay iyo wixii macallinku u soo siiyay soo diyaarin haya oo soo akhrin haya midka saddexaad waxa weeye in la helo waalid asagana dhankiisa ka dadaal haya oo qaybtiisa asagana qaadan haya hadii waalid dadaali iyo macallin dadaali iyo arday dadaali saddexda hadii la helo waxa weeye waxbarashada midheedii la gaarahay ardaygaana wuxuu noqon hayaa arday soo baxa oo waxbarashada meel fiican ka gaara laakiin macallimiinta ay soo dadaalaan oo maanta dhan juhdi iyo maaragtay dadaal dheerada ay soo bixiyaan walaalayaal waxaan rabaa hadda inaan maaragtay aan inaga soo koobayna inaan toos aan u abaaro ardaydii maaragtay tartamaysay iyo maaragtay lambaradii ay kala gaadeen inaga iska soo koobayna waqtiga waa nagu dheeraaday nimanka wax duubahayna ilaahay ha barakeeyo ayagana waxa weey waqtiga ku dhamaado meel kale ka balansayeen waxaan ku horeyn hayaa ardaydii ku tartantay 20 ka juz ardaydu ku tartantay 20 ka juz koox kasta waxaan rabaa in ardayga u horeeya lambar war gaday inaan maartay magaciisa aan sheego in ardada kalena maartay magacooda aan maartay aan iska akhriyo in saasaan rabaa insha Allah marka ardaydu ku tartamaysay 20 ka juz waxa lambar 1 galay ma sha Allah ardayga magaciisu uu yahay Hamza Garane Abdirahman ma sha Allah ma sha Allah ardayga hasoo istaago haqa tamaaragtay jawaaista iyo wixii macallimiinta ugu tala galeen maasha Allah waa Hamza Garane Abdirahman kitab quraana maasha Allah maasha Allah maasha Allah Allah barakeeyo ardayga waxaan inta kaga gudbahayaa kuwii 20 ka juz ahaa waxaan u gudbahayaa kuwii ku tartamay 10 ka juz waxa lambar 1 galay ardayga magaciisu uu yahay Yahya Muhammad Umar Yahya Muhammad Umar maasha Allah Yahya Muhammad Umar الله بارك يا سو دقسو يحيى محمد عمر ان ارديا كاله اسغنا مارتي ترتمها و هو اها ان كوخيا نعمان محمد نعمان محمد ما شاء الله ميدكي هو اها يحيى محمد عمر ككلنا وحاوي نعمان محمد ما شاء الله ككلنا كوخيا وحاوي نوح عبد القادر نوح عبد القادر نوح عبد القادر inta waxaan maaratay kaga gudbaynaa kooxdi ku tartamaysay 10 ka juz waxaan u gudbahayaa kooxdi kale ee maaratay ku tartantay 5 ajza 5 ta juz ardayga u horeeya ee lambarka koowaad galay waxa weeye waa ardayga magaciisu uu yahay Muhsin Abdul Fattah Ahmed ma sha Allah Muhsin Abdul Fattah Ahmed nin yar inuu yahay aan malayn haya ma sha Allah ma sha Allah waxa ku xiga gabadh magaceedu uu yahay Sumaya Yusuf Sumaya Yusuf ma sha Allah Allah barakeeyo ardaygaas Allah barakeeyo ardayga kale waxa weeyo gabadh magaceedu uu ay tahay Sumaya Yusuf soo dhaqsatay insha Allah waxa ku xiga ardayga magaciisu uu yahay Mus'ab Sheikh Mukhtar Mus'ab Sheikh Mukhtar Mus'ab Sheikh Mukhtar ma sha Allah ma sha Allah waxa ku xiga ardayga magaciisu yahay gabadha magaceedu uu tahay Suweyda Sheikh Abdullahi ha soo dhaqsata gabadha waa Suweyda Sheikh Abdullahi waxa ku xiga asagana
أرضيك قبضة ملعا دعوية هاي خديجة محمد خديجة محمد قلاص مياه ها كلاس خديجة محمد ما شاء الله ما شاء الله مصعب شيخ مختار مقاتل ها ما شاء الله قبضنا الله بركيه وحاوضن بيا كوحيا قبضة ملعا دعوية هاي زمزم عبد الفتاح زمزم عبد الفتاح oo ardada maatay lambar la hor gashay kamida ma sha Allah Allah barakeeyo ma sha Allah wa gabadh yar ilaahay ha barakeeyo ayada iyo waalidkeed iyo macallimiinteed inta waxaan kaga gudbahayaa ardadii quraanka waxaan u gudbahayaa ardadii ku tartantay asxaabu asxaabti ku tartantay mutunta quraanka dami ku jireen kuwan kuwan wada yaray ha kuwan wada yaray qatim qatim kuwan bale أصحابه روضة مياه ها وحاول أرض جوه رأيين ويرها هي عمران عبد الرحمن عبد الله ما شاء الله عمران عبد الرحمن عبد الله وجزك فاسة الماء كجرا ويكون ها وحاول رأي نك ما جلس ويا هي ويلكاس عمران عبد الرحمن وحاول كحجة خالد خالد يسار مياه خالد بشار خالد بشار وحاكو حيقة فوز فوزية إيدلي فوزية إيدلي فوزية إيدلي ملعا كاني كو حيقة وحاوية قبرة بلعيدوية هاي دايما عبد الناصر ما شاء الله دايما عبد الناصر ها وك ها ما شاء الله أردادنا هو سوحي إليهن بوك يقالن يرابا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله باركيه فوزية إيد لما إماتي دائما عبد الناصر أيضنا وحاكو حكتا آسيا موسى آسيا موسى أردادنا ملعا مكاي مغلان هاسو أردان فوزية إيد لما قالتي دائما عبد الناصر آسيا موسى وحاكو حيقة بلال بشير بلال بشير منيرة شيخ مختار مسعود عبد الله نجمة أحمد فارح صابرين يوسف سمية عبد الله سمية عبد الله سديسي محمد سديسي محمد سندس مياه سندس محمد سندس محمد مش هسكو لما نسوه ويدا مالين ما شاء الله وحان ايه ده وجود بينا كو جسكو سكو ترتم هاي ما شاء الله سكونا مادين اصحاب المتون المي متون تكو ترتم هاي يان رباينا معيه ولا ماشي كيريو وحال لمبر كأهر يسقى شيء ما شاء الله قبل ما يعيد ويا أم الخير حسن ما شاء الله طاهر أم الخير حسن طاهر كتاب إلي يصب يا شهادة كتابة يا وحيليه شهادة ما شاء الله شهادة ذاو شهادة وكان أم الخير حسن طاهر يا لمبر ككوبات قشي كتاب قرآن سما كتاب قرآن يا شهادة يا جائزة كلي ما شاء الله ما شاء الله الله بارك فيك وحاكو حيقة يوسف عبد القادر يوسف عبد القادر مصعب نظيف باكو سيحيقة ما شاء الله الله بارك فيك يوسف عبد القادر مصعب نظيف عمران احمد معاد كارني مريم عبد بره ارضها وارضها كتر تميس المطونة شهادة يا كتاب يا جائزة كليليه ها معاد كارني مقاتي معاد قارنة عمران أحمد عمران أحمد معاد قارنة مريم عبد الله مريم عبد بره مريم عبد أو هذه مياه ما شاء الله معاد قارنة أو ما شاء الله ما شاء الله أيان عبد الرحمن جل أيان عبد الرحمن جل هسوي استاكتو
معاد كارين ها أيان عبد الرحمن جل وحاكو سيحيقا رضوان إبراهيم جل كبار داس ما قاعدوا يا رضوان إبراهيم جل ينها سوي استاكدو أيان عبد الرحمن أو أدميا ما شاء الله سي جائزة دي شهادة دي رضوان إبراهيم جل أوي وحاكو سيحيقا شكري عبد الحكيم وقبر صومة شكري عبد الحكيم عبد الله رضوان إبراهيم بيا ما شاء الله شكري عبد الحكيم عبد الله صوت أخصو وحاكو سيحيقتا إخلاص حسن طاهر صوت أخصو إخلاص صوت أخصو ما شاء الله سلمى وحاكو سيحيقتا سلمى شيخ عبد الله سلمى شيخ ما شاء الله ما شاء الله الله بارك هي سلمى شيخ عبد الله ياو صوت أخصو سلمى وحاكو سيحيقتا إفراح عبد الرحمن جل صوت أخصو هذا سلمى شيخ عبد الله إفراح عبد الرحمن جل إفراح ما شاء الله أرضي ما شاء الله نوغو إلا دين أرضي ترتمي هاي كو ترتمي هاي لواتنك جوس تبانك جوس يو شنت جوس يو كو المتونة كو ترتمي هاي قف قصدب وحي لهي ونصيب واقعتي وحانو وحي دعون ربنائنا المارتي ماشا المقعيه وكاشيق نوع أيغان كو قوليستي كتاب قرآن دي والدين تو اسخمد ماهو كالي دادال بدني هنصمة وارد با مركي مارك تيو المس وح اخرسان هيا مانتو لان دبت تيغان ومعالين كو ايمان وويدين هيا وحقا وحمر هيا ارضي يسوية يسو قرآن كو غبحا مركا وحان را لشاقي مركا وحان ربنا معلمين تاس والدين تاس ان ان مارك تي سيقوني ان مارك تي ايغان ان شاء الله هم عيهو دميشان ان وغش يغنو ومارك تي انسي ان كتاب قرآن ان شاء الله مدو هرا يسو حاوي وورس ما شاء الله ورس وحان لان اي دادال كاد ماشي كسيوت كبادك على وحاوي وحليم يوسف حليم يوسف هذا روح الله يدل كذا مش كسي ولا لا شقي معلمته ماما شمسة مدك وحكتها صدق هذا وحاوي وماما شمسة ماما شمسة روح الله نادي كذا يدل كذا مش كسي ولا لا شقي معلمته المهنة ودل كبادك على وحاوي شارس ويو شارس أيانا الله بارك يدل كذا مش كسي ود كبادك قدم بس وحاوي وابن توي ما شاء الله قبلها سوا قبلها معلمين تلا شقية. قبر كلا جرت إذا كتاب علمها قاتين دب الوكين. ها قبر كلا جرت ويا أنا كتاب إن شاء الله دب لغة سين دانو سو مارة المدير كمدرسة ده إيش هاي؟ مركب وحن رجين إن حفلة ده كل حكتة. إن الوالدين تقطن بمعلمين تلا شقية يانو أيا أنا كتابي ولا قاتين إن شاء الله سيكو قاتين سو ما؟ يشهدون إن شاء الله مركب ويا ناد إن شاء الله هو قبلها سمارت كتاب قاتين أتخذ ياتان صار مات كتاب قرآنيو. جايسا وقادان حفلد كو حكتا جزاكم الله خيرا مركا حلقا سيمانتا ينوحو رمتا حفلد ان قيمها بانضايد ان كما موسي لي كتاب قرآن كا يكوريو الكيسة إلهي سبحانه وتعالى انت انفرد لي ها أرضا ياسا قدام بايا وصوحو رينا حفلد ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون